هم الوحدة حاضر في أذهاننا، ولكن لأسباب كثيرة جزء منها تاريخية وجدت في الساحة عدة تنظيمات سياسية ويرجع لأسباب مختلفة جدا. أنا لست بصدد الولوج في هذه المنطقة ومحاولة إيجاد ما هي الأسباب التي أوجدت، ربما الجميع يعرفون الأسباب. إذن يبقى مش البحث عن أسباب وجود هذه التنظيمات، بل البحث عن صيغ بتقرب هذه التنظيمات، على الأقل إن لم تتوحد بشكل فيزيكالي على بشكل جسدي مع بعض، ربما يكون من الأجدر أن توحد العمل بتاعها، أن توحد الجهود لتحقيق أهداف مشتركة. فبالنسبة للوحدة ربما في بعض عدم الوضوح فيها أيضا، هل المطلوب من الوحدة أن كل الإريتريين يكون في تنظيم واحد أو في جهة واحدة ويقرر ما يقرر؟ ده لو نظرنا إليه بكل بعمق بيتنافى مع مسألة التعددية. التعددية في حد ذاتها هي مطلب من مطالب المقاومة الإريترية. لو المطلوب هو تنظيم واحد، فالجبهة الشعبية اليوم يبدأ فيه تنظيم واحد وكان حيكون مطلب جماعي، لكن الأحادية في حد ذاتها ما تخدم غرض الشعب الذي هو متعدد الأعراق، متعدد الأفكار، وكذلك كان البلد الإنسان سبحان الله هو يعني الكل، حتى بصمات نزه آراء مختلفة، والتنظيمات تأطر هذا الآراء في وعاء واحد، ولكن لا يعني وجود تطابق حتى في داخل تنظيم واحد. ومن الطبيعي جدا أن الناس تتباين في رؤاها في داخل تنظيم واحد، وتتباين في رؤاها أيضا بين تنظيم واحد. إذن التعددية هي نعمة، التعددية هي نعمة، ولكن الإفراط في عملية التعددية بحيث تصبح الناس وحادة في كل جانب، السلبية تكمن هنا. إذن المطلوب هو منطقة وسط بين التشتت الكامل وبين الحفاظ على التعددية في حد ذاتها، التعددية في الأفكار، التعددية في الأوعية، لأن من احتكاك الضغط في داخل كل تنظيم أو في الساحة بيتولد في النهاية المسرح بتاع العمل السياسي. هذه التنظيمات أو الاتجاهات أو الأفكار المختلفة والآراء المختلفة هي التي تحتكم بعضها البعض فتولد التغيير، تولد التقدم إلى الأمام، تولد الآراء المختلفة، لكن يبقى يعني شعب واحد، تنظيم واحد، رأي واحد، بالتأكيد بتنتهي به إلى الدكتاتورية، وهذا ما حصل اليوم في ليبيا. مسألة التوحد اللي بنقصده نحن ليست هي توحد الناس في إطار واحد أو في رأي واحد، بل هو توحد الأفعال، توحد الأفعال في ثوابت وطنية الجميع متفق عليها. في الدول الغربية مثلا بتوجد آراء مختلفة، بتوجد أحزاب مختلفة، وفي داخل الأحزاب يوجد اليمين واليسار ووسط اليمين ووسط اليسار وما إلى ذلك، ولكن في ثوابت، في ثوابت. اليوم ما في واحد يناقش إيه هي اللغة في أستراليا، ولا حد يناقش هل يكون في انتخابات لما كان يقول الرئيس ولا نعملها بعد 3 أو 4 decades أو never. ما في نقاش من الشكل زي في ثوابت مثل الاحتكام للعملية الديمقراطية، ممارسة العمل السياسي في إطار العملية الديمقراطية، ولا أيضا في إطار وطن له ثوابته المعروفة، له لغاته، له ثقافته، له في أشياء بتنص عليها الدستور ولا يمكن أن أي واحد يفكر فيها، يفكر فيها زمان وتجاوزوها الشعوب المتقدمة.
المطلوبة اليوم الوحدة هي لتحقق لنا وحدة الفعل في إطار ثوابت وطنية إريتريا. ما لراجع كل يوم بناقش مثلا مسألة اللغة كمثال أو خطا. في الخمسينات أظن في الأربعة في البرلمان الإريتري في الفدرالية أخذت يمكن شهور كثيرة جدا حسب الجرائد القديمة بجدل كبير جدا حول ما هي اللغة أو اللغات التي نتبنى فيها. وحسم البرلمان الإريتري بكامل عدده وبكامل التمثيلية بتاعه من المجتمع الإريتري بأن هناك في لغتين عربية وتليبية هما اللغات الرسمية. هل غار على آبائنا في تلك الوقت في لغات أخرى في إريتريا؟ اللغات الموجودة اليوم كانت موجودة اليوم ولكن أختاروا بمحض إرادتهم بأن تكون اللغة العربية والتليبية هي اللغة الرسمية وتجاوزنا هذه المرحلة. هناك اليوم من يعيد هذه المسألة ليناقشها من جديد بأن المسألة كأنها أنت تبني أعمدة لبيت بعد كده أنت ممكن ترمي من السقف وترمي من الجدران ولكن لا ما تحدي من الجدران البديف عليها المبنى بتاعها. الرجوع إلى مسألة الثوابت وبحثها من جديد يعني أن أنت كل يوم تهدم البيت وتشيل الأساسات بتاعه وتالي تبنيه وتشيل الأساسات. للأسف الشديد الواحد يواجه الناس بهذه المسألة. إذا الوحدة التي نبغيها والوحدة التي يكون يفهمها الناس ليست هي وحدة حاجز بحد ربي أو رجل واحد قلب شعب واحد قلب واحد رئيس واحد وبالتالي يقول زي ما كنا نسمع أن يقول، بل نحن نريد أن تكون هناك تعددية في الأفراد، تعددية في الفكر، أن تبدأ الحرية من الفرد وتنتقل للمجموعات الاجتماعية ومن ثم كشعب. ده مفهوم الوحدة زي ما ينبغي أن نفهم. لكن الوحدة لا بمعنى أن الوحدة المطلوبة ليست هي وحدة رقمية بمعنى أنه ليست it's not quantitative it's qualitative يعني ليس هي كمية فقط واحد زائد واحد زائد واحد من الشعب الإريتري يساوي 10 وهذا هو الرقم الكلي لنا. نحن دائما تكون في وحدة لكن تكون الوحدة النوعية نوعية واللي هي توافق على ثوابت وطنية ومن ثم تعددية الآراء والأفكار وتعددية الأحزاب السياسية مثلا وعشان تتيح للشعب الاختيار. في إفراط في عدد التنظيمات المعارضة للنظام أنا بشوف إنه في مرحلة انتقالية في أي مرحلة انتقالية أو في مراحل يسود فيها الرأي الواحد ويسود فيها الحزب الواحد بالتأكيد تكون في تنظيمات كثيرة.